يوم بعد مات السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي يا يوم بعد مات السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي معانا وما نهون يما ما تنهمني الله معانا وما نهون يما ما تنهمني أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. نحييكم من مدينة العبيدية في محافظة بيت لحم، ونوجه التحية لكامل أسرانا وأسيراتنا. التحية لعائلات أسرى مدينة العبيدية، أهلا وسهلا بكم عبر برنامج عمالقة الصبر، وكامل الشخصيات الرسمية والاعتبارية ممثلي بلدة العبيدية، هيئة الأسرى، جمعية مساندة الأسرى، لكم جميعا كل التحية وكل الاحترام. في البداية ننعى باسم برنامج عمالقة الصبر والد الأسير البطل حسن فتحي محمد عمارنة ابن بلدة زبوبة في محافظة جنين. عظم الله أجركم أخي العزيز، قلبنا معك، وباسم كل عائلة أسير نعزيك، وإن شاء الله سيلتم الشمل مع عائلتك قريبا أنت وكامل أسرانا عندما تتبيض السجون من عمالقتها. التحية مرة جديدة لعائلات أسرى مدينة العبيدية. في البداية معنا أمين سر حركة فتح في العبيدية أخونا حاتم جدوح، حياك الله. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. اليوم عبر البرنامج نشكركم للتنسيق لأجل هذه الحلقة مع عائلات الأسرى الأبطال في العبيدية، وبنا رسالة حركة فتح الافتتاحية اليوم عبر البرنامج. أهلا وسهلا بكم في بلدة العبيدية، وكل احترام وتقدير لبرنامج عمالقة الصبر والذي يتم التواصل مع أهالي الأسرى ومع الأسرى في سجون الاحتلال. أهلا وسهلا بكم. والأخ زغلول جمعية الأسرى، والأخ منقول أبو عطوان كمان شؤون الأسرى، أهلا وسهلا بكم جميعا. وفي هذه المناسبة وتتزامن مع ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، نبرق من هنا من بلدة العبيدية إلى أبنائنا الأبطال، إلى أبنائنا الأسرى المعبدات في سجون الاحتلال، ونتمنى لهم الفرج القريب إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. لكل أسرانا كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد المجيدة والعام الجديد. أضاء نشطاء وأسرى محررين شجرة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم على شرف الأسيرات وعلى شرف الأسيرة إسراء الجعبيص. دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يعرض إضاءة شجرة الميلاد باسم الأسرى والأسيرات، ومن ثم نعود. وفاء للأسرى وتضحياتهم، احتفت فعاليات الأسرى والقوى الشعبية والرسمية بإضاءة شجرة الميلاد تحت عنوان الحرية في بيت لحم. شجرة تحمل أسماء الأسرى والأسيرات القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال. الحمد لله الأسرى حاضرون في قلوب أبنائهم، أبناء الشعب الفلسطيني هم حاضرون، ما أراه هنا هو يثبت ذلك، وهم دائما كانوا حاضرون. وأتمنى أيضا أن يقف الجميع على الرغم من هذا الحضور الذي رأى، أن يقف الجميع دائما إلى جانب الأسرى. هؤلاء أسرى دفعوا ثمنا باهظ من حريتهم من أجل شعب وطنهم، ويستحقون أن نقف معهم وأن نكون إلى جانبهم دائما. بيت لحم، تلك المدينة التي خصها الله برسالة السيد المسيح عليه السلام، هي اليوم تحمل الأمانة وتبرق رسالة وفاء لتضحيات الأسرى وعائلاتهم لأجل تحقيق الحرية والاستقلال.
هذه رسالة للعالم كله أنه عليه أنه لازم ينشط في سبيل الضغط على الإسرائيليين لوقف أعمالهم العنجهية والعنصرية ضد أبناء شعبنا، ضد معتقلينا بشكل خاص. وهذه مناسبة كانت مميزة، مناسبة عيد الميلاد المجيد ومناسبة التضامن مع أسرانا الأسيرة إسرائيل جعبيس. هي فعلا لمسة ولمسة رائعة، انه هذه بتأكد انه احنا شعب واحد بألامنا بجراحنا بأفراحنا في كل شيء حتى في أعيادنا. وهذا الدليل قدامنا، يعني انه نوصل رسالة إسراء وجميع الأسرى، لانه ما ننسى انه في هناك أسرى مش مذكورة أساميهم. هو يوم للوفاء والتأكيد على الثوابت الوطنية بالحرية والاستقلال وبدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وهي ذاتها مناسبة دينية يعتز بها الكل الفلسطيني بشرف احتضان رسالة المحبة والسلام للمسيح عليه الصلاة والسلام. هي لمسة وفاء تبرقها المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية هنا من مهد المسيح بيت لحم، حاضنة رسالة المسيح عليه السلام، تبرقها للعالم أجمع بأن آن الأوان الإفراج عن الأسرى عموما دون أي مماطلة من قبل قوات الاحتلال. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم. كل عام وكامل أسرانا بألف خير، وإن شاء الله العام القادم نلتقي على أرض السلام بيت لحم وعلى أرض القدس وقد حررت جميعها من دنس الاحتلال. مرة جديدة أهلا وسهلا بالعائلات الكرام. ينضم إلينا رئيس بلدية العبيدية أخونا ناجي رديدة، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم، تحية كل التحية في البداية لجميع أسرى فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونخص بالذكر أسرى بلدة العبيدية. هؤلاء الأسرى الأبطال الذين ضحوا بحريتهم من أجل حريتنا، الذين ضحوا بشبابهم من أجل أن ينيروا لنا الطريق، ونحن بكل صدق وأمانة نعمل من خلالهم ونعمل بنفسهم. التحية أيضا موصولة إلى أهالي الأسرى، أمهات الأسرى، زوجات الأسرى، أبناء الأسرى الذين يخوضون معارك كبيرة مع الاحتلال حينما يزوروا أبنائهم في داخل سجون الاحتلال. تأكيد. نحن في بلدية العبيدية ومؤسسات البلدة نقدم كل التهنئة لأبناء بلدتنا في داخل السجون، ونحن نتذكرهم دائما حينما نزرع شجرة أو نعمل مشروع أو نصنع أي شيء لهذه البلدة. نتذكر أسرانا الأبطال الذين بنفسهم وبهمتهم نحن نعمل في هذه البلدة. كل بتأكيد. التحية وكل الاحترام لأسرانا داخل سجون الاحتلال، وكل التحية إلى تلفزيون فلسطين الذي يواصل الليل والنهار من أجل أن يصنع صورة مشرقة عن أبطالنا في داخل سجون الاحتلال. التحية لكم أيضا، والتحية لهيئة شؤون الأسرى ولجمعية الأسرى ولنادي الأسير الفلسطيني أيضا الذي يبذل جهدا كبيرا من أجل إيصال رسالة أسرانا إلى المحافل الدولية الخارجية. أقل واجب في سبيل من قيدوا حريتهم لأجل أن نحيا بحرية. كل احترام إليك. بدنا نبدأ مع عائلات أسرى العبيدية، نوجه لهم كامل التحية. اليوم معنا مشاهدينا أسر الأسرى ياسر ربايعة، داود صبيح، محمود ردايدة، سليمان ردايدة، وأيضا إسماعيل ردايدة، جميعهم محكومين بالسجن المؤبد. إن شاء الله سنلتقي على أرض العبيدية وأنتم خارج غياهب السجون. نفتتح مع عائلة الأسير ياسر ربايعة الذي يمر بظروف صحية صعبة وصعبة للغاية. معنا والدته في البداية، حياك الله يا خالتي. تحية بدو، اهلا وسهلا فيك اليوم على البرنامج. ياسر بمر بظروف صحيه صعبه، تحكي لنا عن ظروفه وتحكي لنا رسالتك اليوم كوالد للاسير، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونرحب بكم في مجيئكم هذا واهتمامكم في شؤون الاسره واهتمامكم في اهالي الاسره، جزاكم الله خيرا. ابني ياسر مريض من عده اشهر، مرض يعني خطير وبتعرفكم وشو معناه، وأنا بودي له التحية، ببرق له التحية من بلدة العبيدية ومنطقة العبيدية
وبقول له يما دير بالك على حالك واحنا بنسلم عليك، كلنا بنسلم عليك وبنحبك كثير ونتمنى لك الفرج والشفاء العاجل بجاه نبينا محمد يا رب. وانا بسلم على جميع الاسرى، بودي لهم الف تحيه لاسرانا البواسل اللي بقعوا خلف السجون لهم سنين، وبحكي لهم ان شاء الله الفرج لكم قريبا ان شاء الله، وتروحوا علينا سالمين غانمين بجاه رب العالمين. وبطلب من الله سبحانه وتعالى انه يحرر اسرانا جميعهم ويشفي مرضانا في السجون. نعم. ويحرر اسرانا ويحرر اقصانا ان شاء الله. وبنودي لكل اهل فلسطين واسرى فلسطين والاسرى المحررين والاسيرات الماجدات، بانه برق لهم 1,100,000,000 تحيه لهم. نعم بالتاكيد. لانهم هم بيستحقوا واحنا بنفتخر فيهم ورافعين روسا فيهم وما شاء الله عنهم. واحنا رافعين روسنا فيك وخالتي بصبركم وبصمودكم. بدي تحكي لي عن ياسر قبل الاعتقال. ياسر ما كانش عنده اي مشكله طبيه قبل الاعتقال. ياسر خالتي ما كان عنده اي مشكله طبيه الا بعد ما سجن ب 8 سنين او 6 سنين. نعم. بين عنده مرض في الكبد، حماكم الله وعافاكم الله، يشفي جميع المرضى. فالحمد لله رب العالمين اشالوا هذا المرض منه، يعني تحكموا وتشافى وتعافى. لكن لما سمع في وفاة أبوه الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، زي تقول صار عنده شوية كبت وزعل وبين عنده المرض هذا اللي خطير. لكن احنا بنقول يا أما اصبر إن الله مع الصابرين، وإن شاء الله الله بيشافيك وبيعافيك. وهي الكل يا أما بتمنى لك الشفاء، وكل واحد بيعرفك بتمنى لك الفرج إن شاء الله إلى كل جميع الأسرى. نعم. وبنشكركم انتم. الله يخليك. الحكم مؤبد وعشر اعوام، ان شاء الله بكون عمر الاحتلال اقصر من هذه الاحكام الظالمه باذن الله تعالى. احنا اخي ياسر بنتمنى لك الشفاء العاجل، وبنفتح من خلالك ملف الاهمال الطبي المتعمد داخل اقبيه الاحتلال. اسرانا من حقهم ان يحيوا بين افراد اسرهم دون قيود، احرار خارج غياب السجون. بالفعل قضيه الاهمال الطبي أضحت قضية مسؤولية كل من يشاهدنا اليوم. الصمت العالمي المريب تجاه ما يتعرض له أسرانا عار على جبين كل صامت تجاه هذه القضية. خالتي تحكي لنا آخر زيارة زرتيها لياسر، كيف كانت معنوياته؟ والله أنا لي 4 أشهر 5 أشهر ما زرته، لكن بحس معنوياته يعني قوية. هو عنده ما شاء الله إرادة، إن شاء الله الله بيشفيه وبيعافيه. وأنا بحكي له يما خليك قوي، وهذا المرض ما بيخوف ان شاء الله، بتتشافى منه قريبا عاجلا يا رب العالمين، وبتروح علينا سالم غانم. وبتمنى له كل خير ولكل الاسرى الفرج، ولكل اهل فلسطين جميع، اسرى فلسطين جميعا واسرى المسلمين وين ما كانوا، ان شاء الله الله بيحررهم وبروحهم علينا سالمين غانمين يا رب. وتوكلين على الله، ونشكركم كثير كثير. الله يخليك. الله يعطيك الصحه يا خالتي. الحمد لله رب العالمين، حتى ما بفوتني ولا حلقه من برنامجك. الله يخليك. يعني مهم جدا ان ولجميع الاسرى، وانتم ما بتكسروا، جزاكم الله خيرا. الله يخليك يا رب. كل احترام لك يا خالتي. يعطيكم العافيه ويشافينا ياسر وربنا اياه يا، واحنا معتمدين على الله ثم على النشامه اللي باعهم طويل يطالبوا بالافراج عن ياسر بكونه مريض. وانا والله العظيم عايش حبة الدواء، يعني مش تقول اني. الله يعطيك الصحة، إن شاء الله بشوفك وبطمئن عليك عبر البرنامج، ومعنوياته بتوصل حدود السماء كما دائما. أسرانا هم احنا بنستمد منهم معنوياتنا إن شاء الله يا الله. والله احنا بنستمد القوة منهم، وإن شاء الله الله بعطيهم الفرج القريب ويعطينا الصبر. احنا على فراق 18 عام، يعني مش بس بموت، بقضي على الحياة كلها، يعني غيبته زي ما تقول ضايقت علينا كثير والله. تأكيد. وأنا هذا زي ما قال مثل الولد لما يجي مع 7 خوات بيكون له ميزة خاصة. نعم. يعني في الحياة، ويجي أدور عليه ما لقاهوش سبحان الله، بس يلا من أجل الوطن، من أجل فلسطين، بتستحق فلسطين هذا الكفاح وهذا النضال. وبنقول لهم أنتوا مفخرة إنا، وأنتوا رافعين روسنا ورافعين روسنا فيكم وفي الأسيرات الماجدات. والله يشافي كل مريض في الأسر، اللهم شافيهم وحرر أقصانا إن شاء الله يا رب. تعود فلسطين محررة وتحرر القدس والأقصى، وإن شاء الله الله بنصرنا يا أهل فلسطين خاصة وبلاد المسلمين عامة. والله يوحد صفوفنا ووحد كلمتنا تحت راي وحدة وتحت راية الرئيس محمود عباس، إن شاء الله الله بيطول بعمره
واتكالنا على الله ثم على النشامى اللي شرواكم، وان شاء الله الله بروحهم سالمين غانمين يا خالت. الله يرضى عليكم. امين يا رب العالمين. دام نفسكم عائلات الأسرة دائما هذا النفس المعتز فيه، برغم من الألم دائما عائلات أسرانا يمدون ويمد كل من يشاهدهم بالأمل. هذا هو عهد عائلات الأسرة. كل التحية لك يا خالتي. بدنا ناخذ شقيقه للأسير ياسر لو سمحتي. الله يرضى عليك. وبعيد التحية لكم لتلفزيون فلسطين والعاملين على التلفزيون، واللي والشكر كمان للي عملوا على هذه هذا أقل واجب. أقل واجب يا محترمين. بدنا ناخذ شقيق الأسير ياسر ربايع، حياك الله. يعني برغم من الآلام المتراكمة في قلوبنا منشوف عائلات الأسرة دائما بتمدنا وبتمد الأسرة نفسهم بالأمل، برغم من وفاة والد ياسر وهو داخل السجون، برغم من وضع الصحي الصعب لياسر، إلا أن شفنا هامة عالية تناطح السحاب، والدة الأسير ياسر ربايعة اليوم كشقيق للأسير، شو حاب تحكي له عبر البرنامج؟ أهلا وسهلا فيكم في بلدة العبيدية، نرحب بكم عبر برنامج قناة فلسطين، وأهلا وسهلا فيكم في بلدة العبيدية. أنا شقيق الأسير ياسر ربايعة، أنا طه ربايعة. ياسر ربايعة الحمد لله رب العالمين أمضى في الحكم الحين محكوم مدى الحياة، أمضى من الحكم 18 سنة. وياسر ربايعة يعني نستمد القوة منه عبر زياراتنا له. ياسر رغم الألم والمرض اللي هو فيه الآن يعني نستمد القوة منه. نعم. يعني منزوره ومنشوفه وبقولنا تفائلوا خير وما شاء الله عني وصحتي ومعنويات قوية، فنستمد القوة منه. ويعني أمي برضو بتستمد القوة من شوفتنا لياسر، يعني احنا زرناه قبل تقريبا أسبوعين. نعم. الحمد لله بسأله عنه وعن صحته، بقول لي والله يا أخوي الحمد لله المعنويات تعانق السماء والصحة زي ما أنت شايف، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فإحنا يعني احنا كشوفنا للأسير يعني المنظر ما شاء الله عليه، لكن بس تروح بتحس في ألم وبتحس في حزن. بالتأكيد. لأنك بتروح وبتخلي أسيرك في السجن بالمرض اللي هو طيب فيه. طيب لو بدنا نرجع كشقيق للأسير لياسر ربايعة قبل الاعتقال، بدنا احنا بداية الحلقة شفنا العبيدية، شفنا شوارع وأزقة العبيدية اللي بفقدوها أسرى العبيدية أكيد، وإن شاء الله ترجع لمتهم قريبا للعبيدية ولكل أرض فلسطين. تحكي لنا شو كان يميز ياسر قبل التحرر، تحكي لنا عن الذكريات المرتبطة بينك وبين ياسر واللي هذه السنوات لم ولن تتمكن من إزالتها من قلبك ومن وجدانك. يعني ذكرياتنا مع ياسر أخوي يعني انسجن وإحنا في المدارس، يعني لا رحنا ولا أجينا ولا طلعنا ولا نزلنا. يعني ياسر اعتقل وإحنا الساعة في المدارس من 18 سنة. من 18 سنة. لكن الذكريات الحلوة اللي كنا فيها مع ياسر يعني يأخذنا على منتزه، يأخذنا على مسبح، وكل ما نروح على هذا المسبح بعد اعتقال ياسر نتذكر ياسر في هذا المسبح ونتذكره في الملعب، لأنه كان كثير مجتهد ورياضي ومحبوب عند كل الناس. نعم. عند الجيران، عند الحبايب، عند الغريب، عند القريب. ويعني ياسر بتميز في شخصية يعني حلوة وخلوقة. نعم. يعني كل البلد عندنا الحمد لله في العبادية في العزرية في كل منطقة بتحب ياسر وتدعي له بالفرج القريب إن شاء الله. كل احترام لك أخي العزيز. بدنا ناخذ زوجته للأسير، تصورها مايكروفون لو سمحتوا. حياك الله أختي الكريمة. اليوم أول إشي بنوجه لك كل التحية وكل الاحترام على صبرك وصمودك. 18 عام من الفراق لزوجك، بالرغم من هيك ثبتي في بيتك، ربيتي أسرتك، ابنك وبنتك الله يخلي لك إياهم يا ربي. تحكي لنا بعد 18 عام من الغياب لزوجك، بالرغم من الوضع الصحي الصعب اللي بمر فيه، رسالة الزوجة الفلسطينية اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله بستمد القوة من ياسر وهو كمان بستمد القوة مني. أنا مثل كل الأمهات الفلسطينيات والزوجات الفلسطينيات بحاول على قديش بقدر أني أنا أكون أساند أولادي، أوقف معهم وقفة منيح حتى أنهم ما يضعفوا بلحظة. نعم. ودائما بقويهم وبحكي لهم أبوك بطل، وطننا بيستحق مثل هيك أبطال. الحمد لله إحنا أقوياء، وزي ما حكينا كمان مرة من عيد إنه إحنا بنستمد القوة منه، على الرغم من إنه جواتنا ضعف لكن منضل أقوياء ومنساندك يا ياسر. وأكيد إنه إن شاء الله متأملين في ربنا إنه يتشافى ويتعافى إن شاء الله عن قريب،
وبنهنيه بالسنة الجديدة وبنحكي له عن أمل إنه تكون معنا بالسنة القادمة إن شاء الله. يا رب. كديش قعدتوا قبل اعتقاله فترة الزواج؟ عشتوا مع بعض كديش بالضبط؟ سنتين. سنتين ومن ثم تم اعتقاله. نتيجة السنتين هذول عندك ولد وبنت، يا ريت لو نشوفهم عبر الكاميرا. بنت بس معك بنتك اليوم. بنوجه التحية لابنك أيضا. تفضل يا عمو، أهلا وسهلا فيك عبر البرنامج. 19 عام عمر بنت الأسير مشاهدينا، 19 عام من الحرمان بفراق والدها. اليوم رسالة كريمة الأسير لوالدها اللي تشتاق له بكل لحظة وحين. أول إشي بلقي التحية على الجميع. تاني إشي دا أحكي بابا من الأبطال الفلسطينيين الفخورين فيهم. الله يشافيه ويعافيه، الله يفرج عنه إن شاء الله. بابا من الأشخاص اللي دايما بتقويني، وأنا دايما بتفائل كتير لما أشوفه ويحكي معي، بضحك كتير لما أكون معه، بصير يضحكني بصير يفائلني كتير، ودايما يحكي لي أنا معك يا بابا، دايما أنت بقلبي، دايما أنت بعقلي، وفي كل إشي أنا بفكر فيك، والله يفرج عنك والله يشافيك يا رب. وإحنا الحمد لله يعني ما شاء الله علينا أقوياء صابرين، وبندعي الله عز وجل إنه يفرج عنك، وإحنا الحمد لله مطمنين إن شاء الله خير. وشكرا. سنة أو سنتين كان عمرك عند اعتقال والدك؟ سنة ونص. سنة ونص كان عمرك. السنين اللي مرت كريمة الأسير بحاجة لكثير أمور تفتقدها من خلال افتقاد والدها، ولكن هون اسمحوا لي باسم كل عيلة أسير أوجه التحية لكل زوجة أسير صابرة وصامدة، ومن خلال زوجات الأسرى اللي علموا العالم أجمع كيف بتكون المرأة الفلسطينية أنموذج في العطاء والتضحية والصمود. اسمحي لي أني أحيي أمك وأحيي كل زوجة أسير اليوم عبر البرنامج على هذه التربية وهذا الصمود وهذا التحدي اللي بيأكد عزيمة وكبرياء الشعب الفلسطيني. تحكي لنا كديش كان دور أمك إيجابي في استنهاض حالتك، في تنمية فكرك، في مناصرتك في ظل الوضع الصعب اللي بتمر فيه كبنت أسير. أنا بشكر الله كتير كتير على نعمة ماما. ماما كانت الأم والأب طول 19 سنة، دورها كان كبير كتير وقوي، لو وجودها أنا ما كنت وصلت لهون وما كنت درست. ودايما ماما كانت تقويني ودايما كانت تحكي لي إنه عادي، بس هي بالمرة ما حسستني بإني أنا محتاجة إشي، كان كل إشي بدي إياه كانت ماما تكون هي دايما تعطيني إياه وتقويني، ودايما كانت تفائلني بالخير إن شاء الله. أنا متأكد إنه ياسر حاليا معنوياته عالية بشوفتك وبجهد والدتك لنشوفك اليوم ما شاء الله صبية. من وجه التحية لياسر، وإن شاء الله قريبا برنامج عمالقة الصبر مشاهدينا بصور لحظة عناق ياسر لكريمته ولابنه بإذن الله تعالى. كل احترام إليك عمي، وربنا ينصر أسرانا كامل أسرانا ويحررهم خارج غيها بالسجون. بدنا ناخذ عائلة الأسير داهود صبيح. بدنا نبلش بقصة حرية الحفيدة التي لم يراها داهود صبيح واللي سميت حرية. بإذن الله حرية ستكون بين أحضان جدها قريبا إن شاء الله. كل احترام لهذه العائلة المناضلة داهود صبيح اللي يفتقد حرية، وإن شاء الله من اسمها بكون في نصيب بحرية كامل أسرانا. فضل تعرف حالك ورسالتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابنة الأسير داود أحمد صبيح مجد، ومعي أمي وابنة أخي حرية. أبعث له جميل التحيات له ولجميع الأسرى، أتمنى له الفرج العاجل. أبي حاضر معي في كل تفاصيل حياتي رغم أن غيابه بجسده، لكنه حاضرا في بالي وفكري دائما، أني أستمد القوة منه رغم الجراح ورغم الفراق رغم البعد، ولكن هذه أرضنا ودولتنا نجازف لها بالغالي والنفيس، نضحي من أجلها طبعا. وبلا شك حقيقة لا شك فيها أن أبي بطل من الأبطال، دفع عن أرضه ووطنه وجازف في حياته. كل احترام إليك يا عمي. يعني أنت مجد وأسرانا صناع المجد، وإلى جانبك حرية، وإن شاء الله يا رب يوم الحرية قريب إن شاء الله. إن شاء الله من أسماءكم نستمد المعاني والقيم اللي متمسكين فيها أسرانا، وإن شاء الله ملتقانا بالحرية. بدنا ناخذ والدتك لو سمحتي نوصلها ميكروفون. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. إن شاء الله زي ما أنت احتضنتي حرية
زوجك بيحتضن حرية قريبا، تحكي لنا عن الصبر والصمود للزوجة الفلسطينية، تحكي لنا رسالتك لزوجك وهو غائب كل هذه السنوات، وبالرغم من هيك انت صمدت كل هذا الصمود. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. احنا الحمد لله يعني وضع طبيعي، يعني الكل تعود يعني يكون قوي ويكون صامد في فلسطين، وبعدين الواحد باهله وعائلته دائما بيبقى قوي، واحنا الحمد لله رب العالمين الكل حوالينا والكل بيساندنا، وبناخذ القوه كلياتها من ابو زيد، والحمد لله عنده 5 اولاد، هو جوزت ولدين وبنت، صار عنده 4 حفيدات. الحمد لله صار له 14 سنه و4 شهور بالسجن، ومتفائلين ان شاء الله السنه الجديده يكونوا عندنا، ندعيهم بالسلامه كلهم يا رب. كل التحيه لكم عائله الاسير داوود صبيح. ناخذ عائله الاسير محمود ردايده، حياكم الله عبر برنامج عمالقة الصبر. ناخذ في البدايه والدته لو سمحتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. رسالتك اليوم لابنك، تفضلي. والله سلامتك، يعني ابني انتقل على سجن ثاني والحمد لله معنوياته عاريات ومبسوط والحمد لله، واحنا برضو مبسوطين، اللي هم بخير ومبسوطين ودايرين بالهم لحالهم. نعم الحمد لله. محمود بطل من أول عمره، هو بطل بغامر ومليح ومحترم وكويس، مسائل لا عن سجن ولا عن حدا، ولا معنوياته عالية. الله يطول بعمرك، أكيد معنوياته بيستمدها أيضا من صمودك وصبرك وعائلات الأسرة. يوم الحد انتقل على هذا ريم يعني. نعم الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. الله بنتمنى لهم جميعهم يطلق صراح جميع السجن اللي في فلسطين يا رب، فك يسرهم وعسرهم يا الله. بتزوري له محمود؟ زرته ظني من مدة 3 أشهر 4. نعم مرة. كيف شفتي كيف معنوياته؟ والله الحمد لله معنوياتهم عاليات، لا الحمد لله شكر له. الحمد لله. إذا لك رسالة أخيرة عبر البرنامج حابة توجيها لابنك تفضلي. والله يا ربي يطلق سراحهم جميعهم، جميعهم أولادنا بالتأكيد. كل احترام إليك. ماشي ابني إيه محمود لحاله، كل الأسرة أولادك. آه والله. وهذا النفس نستمده دائما من أمهات الأسرة، ويفك يسرهم وعسرهم قريب بجاه ربي الحبيب، ما بنشكي إلا لله. لا الله إن شاء الله الملتقى قريب مع كامل أسرانا. ناخذ زوجك والد الأسير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أنا أبو الأسير محمود علي عبد الردايدة، مؤبد زائد 25 سنة. ربنا يفك أسره يا رب. وهذا الشاب يعني محترم وكان مرغوب عند الكل، الكبير والصغير، وعد اللي على الكل يحترم، وان شاء الله ربنا بيفرج عنهم جميع يا جميع الأسرة يا رب العالمين، ودائما عينه بتطلع على الاقصى. ولما استجر كانت بنته عمرها 40 يوم لما اخذوه. نعم. ودائما بيظل يحكي عن الاقصى وعن الأسرة وعن الشعب، دائما عينه على القدس. نعم. والحمد لله رب العالمين، وكان رضي والدين ويحب الكل وما يزعلش ولا إنسان، ولا كان يزعل أي إنسان لا غريب ولا من قريب. بدي أحكي معك عمي عن تكاتف عائلات الأسرة في العبيدية. يعني إحنا بنحكي عن 5 أسرة مؤبدات في هذه المدينة العظيمة بعظمة من فيها. تحكي لنا عن تكاتفكم، تحكي لنا عن لم الشمل في بين هاي العائلات، في وحدة حال في بين عائلات الأسرة؟ الحمد لله رب العالمين كلها مع بعض، ودائما بظل يسأل عن الجميع. نعم. عن الأسرة وغير الأسرة، وإن شاء الله ربنا بيفرج عنه وعن جميع الأسرة، كل الأسرة أولادنا، وإن شاء الله ربنا بيفرج عنهم جميع يا الله يا رب. ونصلي سويا في القدس إن شاء الله. كل احترام لك يا عمي، ربنا يعطيك الصحة ويطول بعمرك. بدنا نأخذ عائلة الأسير سليمان ردايدة. في البداية أهلا وسهلا فيك يا خالتي عبر برنامج عمالقة الصبر. أجرينا معك مقابلة خلال فترة الإضراب عن الطعام، وكان سليمان مضرب عن الطعام. نعم. اليوم بدي رسالة اللي بتحمليها لابنك بعد كل هذا الصبر وبعد كل هذا الصمود، بعد ما سمعنا رسائل زوجات وأمهات صابرات أيضا عبر برنامج عمالقة الصبر. السلام عليكم ورحمة الله. أنا من الأسير سليمان داوود ردايدة البطل، أحيي تلفزيون فلسطين، بحيي تلفزيون فلسطين والشباب اللي معاه كمان، اهلا وسهلا فيهم، وبودي له التحيه. سليمان بطل وبظل بطل، والحمد لله رب العالمين، ورافعين رؤوسنا من ورا سليمان. سليمان بطل،
الحمد لله رب العالمين، نسلم عليه كثير السلام، بقول له يا أمه والله إن الحمد لله رب العالمين، إن مبسوطين والحمد لله ورافعين رؤوسنا من وراك والحمد لله رب العالمين، بحيي أجمعين سجين وسجينة في جون الاحتلال، وبتمنى لهم الفرج من رب العالمين، يفرج عن أجمعين سجين وسجينة في جون الاحتلال، واللي مشمنا فيهم رب العالمين يا الله، من قريب جاه محمد الحبيب يا الله، والله يما أنك إنك أنت بطل، وأما الله يما إن رافعين رؤوسنا من وراك وصابرين والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الله بيفرج عنك وعن أجمعين سجين وسجينة في سجون الاحتلال يا رب العالمين، والله يما وإنا مبسوطين والحمد لله رب العالمين، وإنا يما صابرين والحمد لله، وإن شاء الله الله ما بضيعنا صبر يا رب جاه رب العالمين، وسليمان الحمد لله وحكم الله لإن شاء الله بغلب حكمهم، سليمان محكوم مؤبد و25 سنة، بس إن شاء الله الفرج قريب من الله في أقرب الأيام، بقدرة الله مش بقدرتنا، قدرة الله وصبرنا كمان بالتأكيد. إحنا صابرين والحمد لله رب العالمين، وبرسل أجمعين سجين وسجينة في سجون الاحتلال بحييهم، وباكل الله يعطيك الصحة يا رب، ربنا يفرج عنهم ويكرر فرجهم جاه رب العالمين، وبالناشد رئيسنا محمود عباس الله يمد في عمره يا ربي، وبالناشد الوزراء اللي تحتيده انهم يهتموا يعني في مصلحة السجناء يعني يتحركوا شوية. نعم احنا مش مركنين الا على الله بس، وسليمان بطل وبضل بطل. كل احترام لك يا خالتي. اذا مشاهدينا، الكل الفلسطيني مستهدف، اشبال، زهرات، رجال، نساء، كل فلسطيني على ارض الفلسطين الفلسطينية عرضة للاعتقال وعرضة للاستهداف. الأسير المحرر جلال الشراونة الذي اعتقل طفلا وبترت قدمه دون أي سبب طبي تحرر، وكنا في برنامج عمالقة الصبر إلى جانبه، دعونا نشاهد لحظات استقبال الأسير المحرر الطفل جلال الشراونة، ومن ثم نعود. يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني، يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني، صامت صامت ولا بتنبل فيك العزم المحتل، ما خيبت ظني، صامت ولا بندل في العزم ما جل، صامت يا مريم غليوني تدين في يدو، يا يتاري بلمون والدملي على جيدو، يا يتبلد من رب الزبايا عبيب في زيدو، يا يصير صغبار كل الناس بتريد. يوم البعد مثل العشق يحلى بعذاب وشوق، مثل النهر ما يندفك إلا بمطر وبرود، مثل العشر يحلى بعذاب وشوق، مثل النهر ما يندفك إلا بمطر وبرود، مهما يميل ما نفترق خليك راسك فوق، والنار قلبي ولعت لحكي لها حني، صامت هذه القدم هي رسالة عار لهذا العالم الصامت أمام ما يتعرض له أطفالنا في فلسطين. هذه القدم هي صفعة على وجه كل صامت تجاه ما تتعرض له الطفولة في فلسطين. ما خيبت ظني، Hey, 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 hey.
مشاهدينا نتواجد الآن إلى جانب الأسير الطفل المحرر جلال الشراوني. الحمد لله على السلامة أخي جلال. الله يسلمك. يعني إحنا استقبلنا قدمك اللي سبقتك إلى الجنة قبل أن نستقبلك. 3 سنوات ونصف من الحرمان داخل أقبية الاحتلال. رسالة الطفولة المنتهكة اللي بتحملها اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. رسالة الأسرى جميعا، رسالة سبق وقالوها الأسرى المحررين قبلي، الوحدة، الوحدة الوطنية، الوحدة وإنهاء الانقسام. ورسالة الأسرى المرضى إنقاذ حياتهم، بطالب كل المؤسسات الحقوقية وبطالب الرئيس والتنظيمات كلها إنهم يتحركوا من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى. يعني لا يريدوا أن يموتوا بعيدين عن أهلهم، بدهم يعيشوا زي ما أنا اليوم فرحت بينه وبين أهلي. إلهم أميات، إلهم نسوان، إلهم أولاد بده يعيشوا بناتهم. هذول الأسرى المرضى يعانوا من التهميش من كثير من المؤسسات، يعني في تقصير في حقهم جدا. عيادة سجن الرملة أو ما يسمى بعيادة سجن الرملة مكت فيها فترة، تحكي لنا عن وضع عيادة سجن الرملة. هذه مش عيادة، هذه لا تسمى عيادة، هذه مسلخ بشري بس يعاقب فيها كل المناضلين والشرفاء اللي هبوا من أجل وطنهم وحريتنا وكرامتنا. تعرضنا فيها لإهمال طبي متعمد رغم صغر سن، كان عمره 16-17 سنة، خلوني شهر كامل بدون علاج، رجلي انبترت، وهناك ناس كثير مشلولين، مبترات اقدامهم اطرافهم، معهم سرطانات، فشل كلوي، ومحكومين يعني احكام مؤبده، بيستنوا في رحمه الله، واملهم كبير جدا في شعبنا وفي كل شعب فلسطين وفي الرئيس وفي كل التنظيمات ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي كرمني بان يعني أقدم هذه القدم مهراً لعزة والكرامة من أجل القدس والأقصى، من أجل فلسطين، وأولاً من أجل الله، وأسأل الله أن يتقبلها وإن شاء الله تكون سبقتني للجنة. وما أثرت الحمد لله فيه، لأنه اللسان لما بيقوم بعمل تجاه وطنه وأرضه وحريته وبكون عن قناعة بكون في النهاية صابر ومتحمل النتيجة. الحمد لله رب العالمين، يعني ما لا أقول غير الحمد لله، إن شاء الله الله يتقبلها. كثير من الناس بتابعوا جلال الشراوني الآن عبر تلفزيون فلسطين، بدي الرسالة اللي بترسلها لغير الفلسطيني اللي بتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين، للعالم اللي بتابعنا اليوم اللي بدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويقف صامتا أمام ما تتعرض له الطفولة في فلسطين. طفولة فلسطين هاني لكل العالم اللي مغمض عينيه عن هذا الاحتلال اللي حرم كثير من الشباب أرواحهم، الأطفال اللي لم يتجاوزوا 15 ربيع وحرمهم من تعليمهم، وانا هين حرمني من قدمي واعتقلوني من مقاعد الدراسه. الطفوله تتعرض لاجرام وعنف لا يتعرض له اي طفل بالعالم. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بيفرج عن كل اسرانا الاشبال كلهم جميعا. هل كان هناك سبب طبي وجيه لبتر قدم جلال الشراوني؟ نهائيا، انا قلت لك بالاعلامي من اول يوم في التحقيق كان يقول لي راح نقطع رجله، وكانت الرجل يعني معاي وفي التحقيق كان الدم ينزف منها وانا قاعد، يعني لا علاج ولا برابيج فيها ولا ابر، ظلت تنزف على لحظه من اللحظات كنت انزف تنص صفه دمي، يعني وصل وحدتين شهادتي تروح تغيب، يعني غيابت عن الدنيا، بصحى بلقى رجلي رايحه، صدمه طبعا الي ولامي، بس الحمد لله ربنا يعني بيرمي البلاء وش بيقولوها وبعطي صبر وش الحمد لله. هذا هو الاحتلال مشاهدينا، هذه هي ممارسات الاحتلال الذي يحاول دائما كسر عزيمة شبابنا. بتر قدم دون أي وجه حق، دون أي داعي طبي، هي رسالة لكل إنسان بتابعنا، لكل من تبقى لديه ذرة من الإنسانية، انجدوا الطفولة في فلسطين من هذا العذاب الحقيقي الذي يتعرض له أطفالنا. عمي حمد الله على السلامة. الله يسلمك يا أخو حسين. جلال دخل السجون طفلاً، خرج محملا بأعباء السجن، خرج مبتور القدم، خرج وكل الأسر ومعادلة الأسر وعذاب الأسر في دواخله. رسالة الأب الفلسطيني اليوم. نعم، احنا اولا احنا شعب مؤمنين بقضيتنا وبعدالة قضيتنا، ومهما عملوا احنا لن نحيد عن انتمائنا لوطننا وحبنا لأقصانا ولمسرانا. هم يعني
بيعملوا كل الأساليب مع الأسرة ومع عوائل الأسرة، بنكلوا فيهم وبنكلوا في عوائلهم على إنهم يخضعونا لشيء اسمه استسلام. هذه الأرض مباركة وكل نقطة دم بتسيل عليها بتخلف ألف مقاوم. إحنا أولا بندافع عن حقوقنا وبندافع عن أراضينا، وأسرانا هم عينينا اليمين، مهما عملنا بنكون مقصرين. إبراهيم شقيق الأسير جلال، الأخ عزوة أخوه، إحنا شفناك بكل لحظة وبكل حين كانت الدمعة في عينك، بالرغم من هيك كنت تنشر الأمل على كل من عرفك سواء في دورة أو عبر الشاشات. اليوم أخوك بيحتضنك، شو الرسالة اللي بتحملها كأخ انتظر أخوه 3 سنين ونص بظل الوضع اللي مر فيه أخوه؟ أول إشي بشكر الجميع على الاستقبال اللائق بأخوي جلال، وجلال أخوي مش أول أسير ولا آخر أسير، بس جلال الإشي اللي صار معاه كان سياسي مقصودي ومتعمد من قبل الاحتلال من أجل أن يجعلوا عبرة لهذا الشعب، ولكن الشعب لا يفقد الإرادة والأمل، نحن نبقى على الإرادة والأمل ما دمنا أحياء. أخوي جلال تعرض لبتر ساقه، إن شاء الله إحنا راح نعوضه قد ما بنقدر، لو بنفدي حالنا لو بنفني أرواحنا من أجل إبقاء جلال بحياة كريمة ولائقة، راح نأمن له كل ما يلزم. صامد ولا بتنبل فيك العزم ما قل، صامد ولا بتنبل فيك العزم ما قل، وبترعب المحتل ما خيب ظني. إذن مشاهدينا نستكمل في هذا اليوم، ونتواجد الآن في المكان الذي دفنت به قدم الأسير المحرر الطفل جلال الشراونة. خالتي يعطيك العافية، الحمد لله على سلامته. إحنا نتواجد الآن في المكان اللي دفننا في قدم جلال قبل ما يوصل جلال، والآن جلال إلى جانبك. رسالة الأم الفلسطينية بعد كل هذا الألم المتراكم. أنا الحمد لله أول شيء بمسي على جميع الشعب الفلسطيني، ما أنا بناء الحمد لله اللي جلال رجع سالم وعيش بيننا. أنا كنت جلال سنة كاملة وأنا أخايف عليه يحصل له إشي مش كويس، الحمد لله اللي رجع وبدو يعيش معنا، يعني هذه أسعد وأحسن لحظة معي اللي جلال وحنا سالم. فقد تعليمه جلال، فقد طفولته في السجن 17 عام والحين له 3 سنين ونص، هو لو تعمدهم وبتر اجروا متعمد هو اللي خلوا جلال يعني حكمه بسيط، ولا كانوا بدهم يحكموه حكم اعلى من هيك، والحمد لله اللي رجع لنا سالم. هذه اسعد لحظه الي. الله يسلمك. الله يوم لا تقدر بثمن. جلال في المكان اللي دفنا في قدمك، لو بدك تخاطب هذه القدم اليوم شو بدك تحكي لها وهي جزء من الجسد اللي استقبلناها قبل ما نستقبلك؟ أقول لها يعني بكل بساطة، كفاك عزا وفخرا بأن بترتي على أرض، على أقدس وأطهر أرض وأوضح قضية، كفاك عزا وفخرا عند وتكريما عند الله وعند الناس، الحمد لله رب العالمين. مشاهدينا هنا دفننا قدم جلال قبل أن نستقبل جلال، والآن نستقبل جلال لنجد أن هذه القدم قد أثمرت 3 رسائل. الأولى للعالم الصامت أن انجدوا أطفالنا من الموت المحتم داخل السجون. ثانية، يكفي صمتا تجاه ما تتعرض له الطفولة في فلسطين. أما الثالثة وهي الرسالة الأهم، لن تجدوا في هذا الشعب إلا صمودا وبسالة وفداء. إذن حمدا لله على سلامة الأخ جلال، والتحية كل التحية لعائلته، وإن شاء الله أخي جلال بتكون أنت وكامل أطفال وشباب فلسطين في دولة محررة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ألم حقيقي ووجع حقيقي، ولكن دائما إرادة شبابنا وأطفالنا ونسائنا وزهراتنا تأبى إلا أن تكون قوية كما عهدناهم دائما. نواصل من العبيدية مع عائلات أسرانا، كل التحية لك مرة جديدة.
والدة الأسير البطل سليمان ردايدة. بدنا نستكمل مع العائلة، مين موجود من العائلة أيضا معك اليوم؟ أبو وأخو، بس بنت أخو صغيرة. بنت أخو، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكون بنت أخو أسير سليمان ردايدة، وبحكي يا رب يفك أسره أسر جميع الأسرة، وأنا بوجه له رسالة. كيف حالك يا عمي؟ إحنا كنا نستنى لك. إن شاء الله إن شاء الله يفك أسرك. يعني هذه دموع غالية علينا، وإن شاء الله ستكون قريبا دموع الفرح عند حرية كامل أسرانا. إذا الألم مشاهدينا عند عائلات الأسرة، ولكن دائما إحنا متمسكين بالأمل وبالتحدي إن شاء الله رب العالمين. نأخذ والد الأسير لو سمحتوا نوصله الميكروفون. حياك الله يا عم الحج، أهلا وسهلا فيك عبر برنامج عمالقة الصبر. العزيمة والصمود نستمدها منكم، رسالتك اليوم. سليمان يا سيدي من الأبطال، يعني مش عمنه ابني، من الأبطال يعني بيعد من الأبطال. بعدين بقول الله يثريهم، الله يطلعهم كلهم، يعني أخوه كلهم أخوي، يعني كلهم عندي زي بعض، يعني ما فيش فرق بينهم. لكن سليمان يعد من الأبطال، يعني مش عمنه ابني، يعني الكل بنقول الله يطلع الكل يا رب. يعني بدي أقول بيت قصيدي فيه بلاش أقولها، تفضل. بقول لقف على بواب السجن وصيح وصيح صوت يجرح القلب تجريح، واقول ها يا اهل البلا والتصاريح، ومن يقلط حقنا عند حكام، والله يا ابوي لا بعوف المال لشريك، والزلم والنسوان لوط الغلابيك. بقول لي زيد من الناس لا تجيبوا بيوت العرب والدواوين، وبنات العرب هالبيض هالمزاوين، لا تقى يطلع من السجن يا ناس، وإن شاء الله إنه يطلع إن شاء الله بإذن الله الكريم يا رب. فأقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. كل احترام لك يا عمي. سلام سلمك. كل احترام يا عمي. تحكي لنا عمي احترام. تحكي لنا عن سليمان قبل الاعتقال. تحكي لنا كيف كان سليمان معك. والله سليمان راضي عليه. تحكي لنا عن ميزاته لسليمان. والله أرضى واحد، وكان بطل، يعني مش عمنه ما في السجن، كان بطل من الأبطال، يعني كان بطل من الأبطال، يعني مش عمنه في السجن أقول له. واغلى يعني غالي علي، مش غالي علي، لكن الحمد لله رب العالمين، فضل الله ان الافتخار وان الله يعطيك الصحة يا عمي. ان شاء الله قريبا بنصور سليمان وهو الى جانبك، هو وكامل اسرانا. ناخذ باك افراد عائلة سليمان ردايد الموجودين معنا، معنا خواته، تفضلوا تعرفوا على حالكم ورسائلكم، تفضلوا. تفضلي اختي. يعطيكم العافية. خديجة ردايدة ام سند اخت الاسير سليمان ردايدة. اهلا وسهلا. اول شيء من مدينة السلام ألف تحية وسلام لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وبحكي لهم بمناسبة انطلاقة الثورة 54، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بذكرى الانطلاقة القادمة بتكونوا بيننا. وبحب أحكي لسليمان إن شاء الله يا أخوي بتكون بأحسن حال، وإن شاء الله إنك في القريب العاجل بتكون بيننا أنت وجميع أسرانا، وإحنا دائما بنستمد المعنويات من سليمان. سليمان شاب مناضل، شاب بحب الحياة، ولكن فلسطين تستاهل أكثر. ألف تحية لكل أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. إن شاء الله يا أم سند بكون السند إلى جانبك قريبا سليمان وكامل أسرانا. بدنا نأخذ أيضا شقيقتك معنا عبر البرنامج، تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف تحية لجميع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وإن شاء الله ربنا بفك كرمه في القريب العاجل يا الله ان شاء الله يا رب. الله يعطيك الصحه وكل احترام اليك. ناخذ عائله الاسير اسماعيل ردايدن، وصلوا لنا الاسير اكيد، تفضل كريمه الاسير سليمان، تفضل. انا بنت الاسير سليمان داود ردايده، اسمي داريا، عمري 20. بوجه تحياتي وسلاماتي لكل الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، وبحكي لابوي دير بالك حالك، احنا كثير مناح، احنا يابا بنستمد قوتنا منك، وخليك بس انت بخير واحنا كلنا بخير يابا. نعم. شو حابه تحكي لامك اللي صبرت كل هالسنوات على ترباتك وعلى وجودك اليوم صبيه، لسيدك وستك اللي بالرغم من كل هذا الحرمان موجودين الى جانبك في كل لحظه وكل حين؟ لولا وجود امي وسيدي وستي ما كناش هيك. بشكر امي كثير كثير على تربيتها لنا، ويعني الله يخلي لنا اياها ويديم لنا ويديمها فوق راسنا. الله يخليك يا ربي. بتزوري لوالدك؟ اللي 8 أشهر مش زايرته. اليوم احنا مشاهدينا ايضا بنسلط الضوء على ممارسات الاحتلال على الحواجز عند الزياره. ابنه كريمه الاسير تم تمزيق تصريح الزياره
دون أي مبرر، جزء من سياسة الاحتلال لاستهداف عائلات الأسرى. إن شاء الله دائما بتكونوا أقوى من هذا الاحتلال وجبروت هذا الاحتلال، وإن شاء الله والدك بيكون إلى جانبك هو وكامل أسرانا محررين خارج سجون الاحتلال. بدنا ناخذ عائلة الأسير إسماعيل رداهيدي معنا، شقيق الأسير، حياك الله أخي العزيز. نترحم على روح والدك ووالدتك اللي توفوا وشقيقك داخل المعتقلات. تحكي لنا في البداية قديش كانت صعبة على الأسير وعائلة الأسير وفاة والدك ووالدتك وهو داخل أقبية الاحتلال. حياك الله يا سيدي أولا، وأهلا وسهلا بكم في مدينة العبيدية، مدينة الأسرى والأبطال. شكرا يعني من القلب لتلفزيون فلسطين على هذه اللفتة الكريمة، على الاهتمام بقضية الأسرى، القضية المركزية وإحدى القضايا المركزية على الساحة الفلسطينية. بلا شك الوفاة هي أمر صعب جدا على كل إنسان، نعم. فما بالك إذا كان الإنسان داخل سجون الاحتلال ولا يعلم أي علم عن هذا، عن حالة الوفاة أو عن طبيعة الوفاة. بالتأكيد أخوي إسماعيل يعني توفي الوالد والوالدة وهو داخل سجون الاحتلال. ربنا يرحمهم، وكل التحية لك. إذا بتحب تطمنوا على باقي أفراد الأسرة عبر البرنامج تفضل. والله إحنا رسالتنا للأسرة، أو يعني اسمح لي أخي سامر، قبل رسالتنا للأسرة رسالتنا لمسؤولينا في وطننا في شقي الوطن الضفة وغزة أن يساهموا ويسرعوا في عجلة المصالحة، لأنها هي الطريق الأقرب لتحرير الأسرة والإفراج عنهم بإذن الله. رسالتنا للأسرى، نحن بخير ما دمتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله قريبا والأمل بالله قريبة. كل احترام إليك أخي العزيز، تحية لإسماعيل وكامل أسرانا. بدنا ناخذ الأسير المحرر يونس جدوع، حياك الله عمي. لا أريد أن أغالي في أن أقول أن هؤلاء الأسرى من العبدية المحكومين مدى الحياة هم من حملوا الراية من الجيل الذي سبقهم. ولو كانت إسرائيل تعي حقيقة التاريخ لوجدت أن جيلا يسلم الراية لجيل آخر، بالتأكيد، وأنه لا يمكن أن يكون هنالك استسلام لهؤلاء الطغاة. أسرانا هم إفراز حقيقي للتوجه العام لبلدة العبيدية. كل الشكر لكم. كل الشكر لك. بدنا ناخذ مداخلات من أسرة الأسير إسماعيل رداهيدي أيضا بعجالة، دهمنا الوقت. أنا زوجة أخ الأسير إسماعيل رداهيدي، بحكي له أنه الفرج قريب بإذن الله، والله يقويكم. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وببعث أكبر تحية إلى الأسيرة إسرائيل جعابيس، نعم. إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله. كل احترام إليك. في مداخلات ثانية بعجالة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زوجة أخو للأسير إسماعيل رداهيدي، بتمنى له الفرج العاجل له لجميع الأسرة، وبحب أطمنه إحنا كويسين وإن شاء الله الفرج العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زوجة أخ الأسير إسماعيل رداهيدي، بتمنى له الفرج القريب ولجميع الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بنت الأخ إسماعيل رداهيدي، أنا بحكي له أنه كتير مناح إحنا وأنا بحبه كتير. كل التحية لكم جميعا عائلات أسرى العبيدية، التحية موصولة لكل أسير من هذه المدينة التي قدمت الكثير على طريق حرية شعبنا. شاهدنا مشاهدينا أسرانا العزيمة والتحدي عند أبناء الأسرى، عند الأشبال، عند الزهرات، عند زوجات الأسرى، آبائهم، أمهاتهم. بإذن الله طالما هناك أم صبورة تلد وابن مناضل لا ينسى، لا بد أن ننتصر. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. أودعكم أنا سامر تيم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أملنا الكبير دائما أن تكون قضية السجون. إلى اللقاء.